أعلنت دائرة الأشغال العامة بالشارقة عن خطتها الاستراتيجية الجديدة 2016-2018 من خلال الحفل الذي نظمته في غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور عدد من المسؤولين. تأكيداً على التزامها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الخاصة باعتماد خطة استراتيجية واضحة المعالم وفي إطار التزام دائرة الأشغال العامة بالعمل ضمن فريق واحد مع مختلف شركائها، كشفت الدائرة عن خطتها الاستراتيجية. وضعنا رسمنا حقيقة رؤيتنا ورسالتنا كدائرة الأشغال ووضعنا الأهداف اللي تغطي حقيقة نقاط الضعف ونقاط القوة التي تم الخروج بها من خلال هذه الورش. رؤيتنا هي إعمار حضاري مستدام. اشتقينا هذه الرؤية من خلال مرسوم اللي أنشئت في الدائرة واللي ينص أن الدائرة تطلع بكافة المهام المتعلقة بخطة الإعمار في الإمارة. وتم في الحفل عرض فيلم وثائقي عن أبرز مشاريع دائرة الأشغال، كما قدم مركز التخطيط الاستراتيجي في الدائرة عرضاً توضيحياً للمشاركين تضمن أبرز محاور الخطة الاستراتيجية بما في ذلك الرؤية، الرسالة، القيم والأولويات والأهداف. أهم ما يميز الخطة الاستراتيجية هو اهتمامنا بالعنصر البشري اللي هو خلينا نقول الركيزة الأساسية للدائرة، واللي إن شاء الله بجهودهم راح نرتقي، ومن ثم جاء التركيز أيضا على المتعاملين. أيضا عندنا محور التميز العمراني، كون دائرة الأشغال العامة هي المعنية بإدارة وتطوير المشاريع المباني الحكومية وصيانتها ومرافقها. دائرة الأشغال العامة تقوم من خلال الاستراتيجية الجديدة بتدعيم الإجراءات الداخلية والخارجية عن طريق وضع وترويج برامج تدريب متقدمة ومحفزة وتعزيز وجود الدائرة في سوق العمل والتوظيف لتكون الوجهة المفضلة لأصحاب الخبرات من المواطنين. تهتم دائرة الأشغال العامة بالشارقة من خلال خطتها الاستراتيجية الجديدة بتدعيم الإجراءات الداخلية والخارجية للدائرة وتطوير الكادر البشري وتحديداً العنصر المواطن. لأخبار الدار فايزة الضنحاني.